الحملة ضد مغني الراب كاني ويست مستمرة، والأخير يرد فبعد ساعات قليلة من تقديم شكوى رسمية من قبل ديمقراطيي ولاية ويسكونسن تتهم كاني بتزوير تواقيع حملة ترشحه الانتخابية وتطالب بمنع مغني الراب من المشاركة في انتخابات نوفمبر المقبلة. خرج كاني عن صمته واتهم الديمقراطيين بالتجسس على حملته الانتخابية، ورد على الشكوى الموجهة ضده قائلا إن الحزب عين محققا خاصا ودسه بين فريق الحملة الانتخابية كجزء من مساعي إحباطها. كانت الشكوى المرفوعة ضد ويست تطالب بإنهاء رحلته الانتخابية بسبب تقديمه الأوراق بعد انتهاء الموعد الرسمي للتسليم، والتي ضمت توقيعات مزيفة مثل ميكي ماوس وبيرني ساندرز وعناوين غير صحيحة. تضمنت شكوى الحزب الديمقراطي أيضا إفادات خطية من مواطنين قالوا إنهم تعرضوا للخداع للتوقيع على أوراق ترشح مغني الراب، حيث قيل لهم إنها أوراق تضمن التسجيل الانتخاب. We'll be right back.